سلام، اليوم غنهضروا على الشيكات. اول حاجه، الشيك هو واحد لو تيتر اللي بيه كيعطي واحد الشخص اللي كنسميوه لو تيغار لوردر لواحد البنكه ديالو، فيه واحد المبلغ محدد انه يتعطى لواحد البينيفيسيار اللي هو البورتر. هاد الشيك يقدر يتاخذ اون اسبيس، يعني يخرجوا سور بلاس، ولا يدفعوا في الحساب ديالو. اليوم غنوريكم جميع الانواع ديال هاد الشيكات، بقاو معايا. هذا اكزامبل ديال الشيك ديال سياج، كما لاحظتوا فيه بزاف ديال المعلومات اللي خصنا نعمرو باش يتخلص. الحاجه هو المبلغ بالارقام اللي تكتب هنا. ثاني حاجه، المبلغ اللي كتبنا بالارقام مكتبوه بالحروف، تقدروا تكتبوهم باللغه العربيه ولا الفرنسيه ولا الانجليزيه واي لغه. ثالث حاجه هي المكان فين تعطى الشيك. هذا المكان باش كينفعنا اوكاد ليتيش، الا بقى شي مشكل مثلا الشيك ما تخلصش، ديك الساعات يقدر ندفعوا الشيك للمحكمه كيتبازاو على المكان. يعني كنت انا داير كازا، غادي نقدم شكايه للمحكمه ديال كازا، كانت مدينه اخرى لا ميم شوز. حاجه اخرى كنكتبوها هي لا دات، تاريخ الشيك اللي هو مهم جدا باش نعرفوا واش الشيك مازال فالابل ولا لا. من الاشياء المهمه جدا هي سيناتور، الامضاء سيكون نفس الامضاء اللي حطينا للبنكه النهار الاول، يكون ايضا التسميه ديال البنك اللي فاتحين فيه، وهذا الكاديانا ستاياش بنك باش نقدروا نمشيو ليه نيشان. حاجه اخرى كيكتبوا لو دونور دور، يعني لاجونس. هنا كاين واحد الاختلاف في الابناك، كاينين ابناك اللي ضروري تمشي لاجونس اللي فتحتي فيها، ولا عطيتي الشيك غادي تقول له سير لاجونس اللي فتحت فيها باش تقدر تيري الشيك. سينو كاين ابناك اخرى في اي اجونس واخا تكون في نفس المدينه تقدر تيري. يعني ملي نفتح في شي بنكه نسولهم واش الشيك ديالي نقدر نتير به اي اجونس واخا تكون في نفس المدينه، ولا ضروري لاجونس اللي فتحت فيها نهار الاول. ندوزو لوندون ديال الشيك اللي هو هذا. الى لاحظتوا مكتوبه فيه واحد الباراغراف اللي مكتوبه في تقريبا في جميع الشيكات ديال الابناك كامله، هي واحد البند اللي كاين في كود دو كوميرس ديال المغرب، والمعنى ديالو ان اي واحد عطى الشيك بدون رصيد راه كيتعاقب. ضروري خصكم تكون عندكم لابروفيزيون في لوكوم ديالكم قبل ما تعطيو الشيك، ولا كتعطيكم عقوبه تقدر تكون حبسيه ولا غرامه ماليه. من غير الناس اللي مثلا توضر لهم، هذول كي خصهم يديكلاريو في البنك ديالهم. دابا نشوفوا امثله ديال الشيكات اللي ديجا عامره والمشاكل اللي كيوقعوا فيهم الناس. مثلا هذا الشيك عندنا فيه بالاعداد المبلغ بالارقام والحروف، يعني مزيان، المدينه والتاريخ سينياتور، البنك هي تريد بنك، يعني نورمالمون عامر مزيان، ولكن ردوا معايا البال. المبلغ اللي مكتوب لي شيفر 5750، واللي مكتوب بالحروف 5700، يعني 5700 درهم، يعني نقصوا 50 درهم. في هذه الحاله هذا الشيك ما غاديش يتخلص، خاص يكون بحال بالحروف بحال بالارقام. هذا المثال الاخر فيه 4000، كاتبينها بالاسبانيه كويرتو ميل ديالها، ماشي مشكل. فيه لافيل فاس، تاريخ 2/3/2019، يعني نقولوا تقريبا عامين. كما قلت لكم قبيله ان التاريخ كيفيدنا باش نعرفوا واش الشيك مازال فالابل ولا لا. الشيك لا دوري ديالو هي عام و20 يوم الا كان في المغرب، وعام و60 يوم الا كان على ليترونجي. يعني نورمالمون هاد الشيك ما خصوش يتخلص لانه لا دات فاليديتي ديالو تسالات. كونتر الا كان فيه التاريخ مثلا حنا دابا في 2021 وكانت فيه 2022، راه يقدر يمشي السيد يحطو يتخلص فيه. دابا نشوفو لوندو ديال الشيك شنو كنكتبو فيه. نورمالمون الا مشينا لاجونس باش كنتبريزونطاو عندهم، كنديو لهم ضروري البطاقة الوطنية باش تاكدو مننا هي اللي غادي نتيريو. كنكتبو فيه السميه والكنيه ونمره ديال لاكارت ناسيونال. كاين بعض الابناك اللي كيكزيجيون نكتب حتى لادريس اللي كاينه في لاكارت ناسيونال وكتسنيو، وهاد العمليه كيسميوها لوندوسمون دو شيك. نجي لواحد الحاجه اللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش واللي خصهم يردوا لها الباب بزاف. مثلا الا شفنا هاد الشيك نفسه اللي كنا ديجا هضرنا عليه، مكتوب بالحروف والاعداد، مكتوب المدينه، مكتوب التاريخ، وشي مزيان نقولوا حنايا راه مازال من 2020، يعني مازال ما صالت لا دات، ولكن هذاك السفر نعاود عليه.
بحال هاد لي شيك ما كيتقبلوش، يعني اي واحد عطاكم شي شيك معاود عليه الكتبه من الافضل انكم تردوه ليه باش يعاودوا يبدلوا لكم، لان لا دفعتوا لا بنك راه ما غاديش يقبل. لي زيكزامبل ديال لي شيك هما دي شيك اللي هما اون اسبيس اللي كتمشيو لاجونس ديالكم كيكون الشيك ديالكم، اما كتخرجوه نتوما ولا كتعطيوه لشي واحد اخر باش يخرجوا. الا ما كانش عندكم شيك كاين واحد الشيك سميتو شيك بنك ولا شيك جيشي اللي كتمشيو لاجونس. كاينين ابناك اللي كتمشي لاجونس ضروري ما تمشي لاجونس ديالك باش تقدر تخرج وتخرج الفلوس، وكاينين ناس اخرى كاين اللي كيقبلوا اجونس اخرى وكاين لا. هاد الشيكات ماشي فابور، يعني كيقطعوا لك فيهم دي كوميسيون وعلى حسب كل بنك. كاين ابناك اللي كتقدر مثلا ما تيريش اكثر من 5000 درهم ولا 10000 درهم. هاد الشيكات اللي هضرنا عليهم قبل هما الشيكات اللي كناخذهم اون اسبيس، يعني سواء شيك دو بنك ولا شيك ديالك خرجتيه انت ولا عطيتيه شي واحد اخر كتخرجوا اون اسبيس. دابا نهضروا على شيك باري. شيك باري كيكون داير بحال هكا، كيكونوا فيه جوج ديال الشرطات في جنب بحال هكا، وهاد الشيك امبوسيبل تاخذو اون اسبيس، يعني ضروري تدفعوه في الحساب ديالك لا عطالك شي واحد، وكيدوز على 48 ساعه الا كانت بنك اخر. هاد ليكزامبل الاخر هو نفس الشيك باري، يعني تدفعوه في الحساب ديالك ولكن زيد عليه واحد الحاجه الوغ دو مسيو محمد. نورمالمون ان هاد مسيو محمد هو اللي خصو يدفعوه في الحساب ديالو، ولكن مادام ما كتبينش او ان يعني نو اون دو ساب، يعني يقدر يعطيه لشي واحد اخر يدفع في حساب. شوف دابا الشيك باري نو اون دو ساب، نو اون دو ساب يعني انا هذاك الشخص اللي غنكتبوا له على غدو دو ضروري هو اللي غادي يدفع في الحساب ديالو، ما يمكن شي واحد اخر من غيره يدفع له في الحساب ديالو. غالبيه هاد الشيك باري كيديروها الشركات باش باش ما يبقاوش الشيكات ديالهم يدور، حيتاش بزاف ديال لي كوميرسون كيبقى شيك واحد كيعطي الشيك الاخر. الا لقيتي شيك نو اون دوسابل وباري في سميت شي واحد اخر ما تاخذوش، ضروري تقول له يدير لك شيك اما بسميه ديالك يا يعني اما ما يديرش بلي نو اون دوسابل. هنايا اخر نوع هو شيك سيرتيفي. هاد الشيك سيرتيفي نورمالمون هو الشيك ديالنا كنشدوه كنعمرو عادي وكنمشيو للبنكة باش يتسيرتيفيا. شنو هي سيرتيفي؟ هي ان المبلغ اللي فيه لا بروفيزيون كيبلوكيوها لك البنكه على ما يتخلص. غير هاد الشيك سيرتيفي نورمالمون على حسب كل بنكه كاين اللي كتبلوكي لك هاد كلاصوم 15 جو ولا 20 جو، وباش كتعطيها لهداك السيد باش يضمن ان الفلوس ديالو كاينه. هكا الفيديو ديالنا يكون سهل، نتمنى تكون عجبتكم الفقره الجديده ديال نصائح بنكيه بريفاتي، وتمناو فيديوهات جديده. السلام عليكم.